لا لا داعي للقلق، سأقرضها نعالي. تفضلي ضعيهما. عزيزتي هل أنت بخير؟ الآن لدي حصى على جبيني وركبتي تؤلمان أيضا. حسنا لنضع الشرائط الطبية عليهما، هذا لن يؤلم. أوه وشيء آخر، هذه الوسادات للقدم، إنها تلتصق بنعل قدمك. ياي شكرا لك يا أمي. جربيهما الآن، هل يؤلم؟ أوه تؤلمني. بالطبع لدينا زوج أيضا للأب، خذ. أنت الأفضل. بركة من البخار، مقزز. هيا لنفعل شيئا ممتعا. أترين هذه اللعبة؟ ضعي قدميك عليها ثم سنقوم بفعل المستحيل. يا على بابيت، ربما تعمل وربما لا. إنه لطيف، أحببته. مرحبا. ما هذا؟ ما الأمر المضحك؟ تفضل. ما هذا؟ اليوم ليس عيد ميلادي. أفهم ما تقصدين. هل هذا ما كنت تفكرين به؟ بالضبط. نعم، نعال غريبة مصنوعة يدويا. عصير برتقال لذيذ. واو، أوبس، جلست على زجاجة عصيرك. لكن ماذا؟ دعيني أتجاهل سؤالك وأقوم ببعض الأعمال الفنية لك. من تتذكرين عند رؤية شعر أزرق؟ لا أحد؟ انتظري وسترين. هاجي واجي، أليس لطيفا؟ رائع. الكوب من فضلك، لنفتح الغطاء ليتدفق العصير. مشروبي المفضل، عصير بطعم هاجي، إنه الأفضل. حسنا لنقم بتركيب الخيمة. مهلا أبي، انظر هناك تقوم بسترتي. لا مشكلة، علكتي سوف تحل المشكلة. ها هي، ممتاز. ماذا؟ حسناً، الآن علي أن أفكر في شيء آخر. هيا لنفعل شيئاً إبداعياً. أها، نقص هذه بشكل دقيق مثل الدونات. نستخدم رباطاً مشبكاً لتثبيتها معاً، مثبتة بإحكام. نستمر في التركيب حتى يكون شكلها هكذا. مكلة سباحة. نعم، إنها ليست سترة نجاة، لذا لا تحاول فعل ذلك في المنزل. حسناً. وجهي أحمر كله، يحرقني. أبي ساعدني. أوهو، نظراً لأننا في الهواء الطلق، هناك نبات أعرفه يعالج حروق الشمس، لنجلب بعضاً منه. أنت كيف تجرؤ على استخدام هذه الأشياء علي؟ أنا آسف، اتركني وحدي. أيها المجنون. أوه، ما هذا؟ أعرف ما يجب فعله. لنقص هذه الكرة المضغوطة، ثم نحول كل حبات الماء إلى كيس يغلق بإحكام. الآن لنقوم بطحنها حتى تكون طرية جدا، ستخفف من حروق الشمس. لكن حسنا لا، لن أقصك مرة أخرى. لا بأس، فقط اسألني عندما تحتاج للمساعدة في المرات القادمة. أفضل فاكهة صيفية، منعشة جدا. أتحداك أن تستخدمي هذه الشوكة. لا، بل سأتحدى هذه البطيخة، لذيذة. ماذا؟ ما الذي تفعلينه؟ ركبتها كلها؟ نعم، انتهيت. هزمتني. سأستخدم هذه الأداة المزدوجة للفاكهة. الآن لنبدأ. انظروا، مكعبات البطيخ. الآن يمكن تناولها بقطع صغيرة. أتريدون في بعض النكهة والملمس الغريب؟ نسكب كراميل على البطيخ، ثم نغمسه في كرات حلوى صغيرة. تحدي جديد. أصابع غريبة من فواكه الصيف، دعينا نجربها. ليست سيئة. كيف سأستخدم المسبح الخاص بي الآن؟ أوه، نسيت التحقق
الخمانة، لكن يمكنني استخدام العلبة الممزوقة هذه لسد الثقب. هل تعتقدون أنها سوف تعمل؟ الآن لنحكم بنفسه. يستغرق هذا وقتا طويلا. ماذا الآن؟ انظروا لهذا. أتعرفون ما الذي أفكر في بنائه؟ كملوا جيدا. تدا! أصبح صنعته بنفسي. هل أعجبك؟ واو! رائع! إنه الصيف يا أمي! تعال انضمي إلي! كيف لا؟ واو! لسان ملون! أعجبني! مهلاً! كيف ستتخلص منه الآن؟ لنستخدم لاصقا ذو الوجهين. نجحت الفكرة. أشعر بالحزن الآن. أنا أعرف، دعيني أفعل شيئا لا ينبغي فعله في الحياة الحقيقية. غروب الشمس! هذا سيء يا أمي. حقا؟ آسفة. أها، نرفع مستوى الغرابة أكثر. أتعرفين ماذا سيحدث الآن؟ إلى الخبر! استيقظي! أعذري إليك! أولا! وخطبكما! هم ينامون بسرعة! ها؟ ماذا يحدث؟ أمي! ماذا؟ انظري هناك! أنا خائف جداً! علبة صودا فارغة! ربما أستطيع فعل شيء بها! نرسم شخصيتك المفضلة على العلبة! ونخرقها بالثقوب! تحولت العلبة إلى مصباح ليلي! انظروا! مصباح ليلي! واو! رائع! يبعد الطاقة السلبية! واو! فعال! نعم! ولد المسكين يلعب مع صديقه الخيالي مرة أخرى! أوه لا! ما هذا؟ هل سوف تمشي على السجادة ببساطة؟ انظرا لهذه الفوضى! آسف! بدلاً من أن أغضب، لماذا لا أفعل شيئاً بخصوص هذا؟ هل لديكم فكرة عما سأفعله؟ لا أعرف أنا أيضاً، ولكن فلنملأ هذه الأحذية بالرغوة واللمع. انظروا كم هو جميل. أصبح جاهزاً، تعال إلى هنا. ها؟ لكن لماذا؟ انظر لهذا. واو! جربها. انظر، تنظف قدميك في لمح البصر. الآن هذه منشفة لتجفيف قدميك. ممتاز! أنت الأفضل يا أمي! الكرسي مكسور! ماذا أفعل؟ أهو! لنستخدم عربة يدوية العجلات هذه! نلقي عليها منشفة! نجعلها مريحة! أوف! الآن لننتظر بعض المشاهد الممتعة. حسناً! هنا هزيمة جداً الآن! أوه لا! حسناً! أنا أعرف ماذا سأفعل! والآن هذه مغسلة على الكفة اليدوية! الآن تفضلوا بالجلوس! رائعاً يا أبي! خطيرتي! أعطني ذلك! لماذا فعلت ذلك؟ كنت أريد اللعب! طفلة مسكينة! يصحح الأمر! ماذا عن واقي الشمس الصلب؟ نصب بعضه في قالب جليد! نعم، نحتاج إلى الكثير منه! نجمده! لنتحقق! انظروا! أصبح صلباً الآن! جربي هذا! واو! واقي الشمس!
أوه، إنه رائع! وأنا محمية الآن! ما هذا الجليد الأبيض؟ سأستخدمه على أي حال، لا أستطيع الانتظار! لا! لم أكن أعلم! أين هي؟ أوه، انظروا، ها هي! مهلاً، لا يمكنك ببساطة النوم هنا! لا، أنا متعبة! لدي فكرة! لنستخدم هذا المسبح المنفوخ كسرير! نلقي بعض الوسائل! ثم، تدا! سرير جاهز! واو! مثالي لليلى! أترين، حل الظلام! تصبحين على خير! إفطار في السرير المريح. هيا استيقظي الآن. واو، لذيذ، مثالي لهذا الجو، لذيذ. أريد واحدة أنا أيضا، سأخذ واحدة. ها، هل هذه هي الأخيرة؟ كيف تجرؤ على أكل آيس كريم الطفل؟ انظر، إنها غاضبة جدا. آه، لنفعل شيئا بشأن ذلك. اطلبوا من شخص بالغ لديكم ان يقص فتحة في علبة العصير. لا تقوموا بذلك بانفسكم. حسنا، ندخل عودا بهذا الشكل ونجمده. انظروا لهذا. اوه، اعطني واحدة. اوه، لك هذه يا صغيرتي. لذيذ، رائع. الشمس ساطعة جدا، علي تؤلمني. لماذا لا أعطيها قبعتي؟ ثانية، ما رأيك؟ أفضل بالتأكيد. كلا، إنها تفسد تسريحة شعري يا أبي. لا أحبها. أوه لا، قبعتي المفضلة. الآن عليك أن تغسليها. لماذا أنا؟ آه، أمسك بهذا. لنفعل شيئاً بهذه القبعة. تدا! لا نحتاج لذلك، كل ما نحتاجه هو هذا، واق شمسي. ماذا عن بعض المارشميلو؟ قامت أمي بعمل رائع. تحقيقية! أوبس، هل أنت بخير؟ لا مشكلة، يمكننا ببساطة صنع بعض محلول الفقاقيع. نقوم بنزج الجليسرين والصابون معا، وسنحتاج لشخص بالغ للقيام بالخطوة التالية لأن هذه حادة. نأخذ الجزء العلوي وندخل بعض الأنابيب، ثم نربط مروحة. الآن لنختبر ذلك. لنلعب. وقت الصيف، نظارات شمسية. آه، المشروبات الباردة. لا، ما الذي حدث؟ شروق الشمس وجلد الجاف. الجلد يتقشر. سأعتني بذلك. لنستخدم هذا. نحرجها بلطف جدا، ونستخدم جل الألوفيرا لتهدئة حروق الشمس والجلد الجاف. أشعر بتحسن، شكرا لك أمي. أوه، الجلد يلسع. لدي الحل، دعني أضع بعضه على وجهك. أوه، واو، نجح الأمر. احمي بشرتك في فصل الصيف. أشعر بالملل. مرحبا. لديها وشم، أريد وشما أيضا. ربما عندما تكبرين. آه، لدي فكرة، دعينا نصنع وشما من واقي الشمس. هذا قلب صغير. الآن فقط استلقي وانتظري. أمي، انظري،
أبي. لطيف جدا. ماري. جميل جدا. أبي يحتاج إلى وشم أيضا. سأغسل وجهي منتظما. الآن لننتظر. يا لها من غفوة رائعة. ما المضحك؟ لا أفهم الأمر. أيا كان، ادفعي إلى الأسفل يا عزيزتي. و انتهينا. احذري. أوتش، هذا مؤلم. لا. إذا قصصنا هذا يمكننا استخدامها لتغطية قبال الخيمة. هكذا. هيا نقوم بذلك. فقط نضعها حول الحبل. سأمسكك. آيس كريم لابنتي. وقهوة لي. شكرا. وداعا. هيا بنا عزيزتي. ما هذه الفوضى؟ أعرف كيف أصلح هذا. سأرفع الغطاء عن الكأس وسنضعها على العصا تحت الآيس كريم. دعينا ننظفك. الآن نحن على استعداد للذهاب. لقد عدت. من يريد الآيس كريم؟ لا شكرا، ربما لاحقا. كما تريد. لنقرأ إذا. أوف. آيس كريم. لنأكل. ولا. لقد ذابت. أوه. ماذا الآن؟ لدي فكرة. لنضف هذه الشوكولاتة المذابة ونصنع ميلك شيك. نمزجها جيدا باستخدام القشة وتكون جاهزة. ياي. استمتعا. أمي أنا عطشانة. ها؟ بالتأكيد يا حلوتي. تفضلي. عزيزتي أنا عطشان. حسنا انتظر. جيد. شكرا. أمي تشعر بالعطش. أنا أعرف حلاً. سأجلب صندوقاً كبيراً وبعض الحلوى. نملأه بالصودا. رائع. نضيف بعض الفاكهة ونخلطها. هيا جرباها. هيا لنلعب. أخيراً سأسترخي بهدوء. أحضرت بعض الحطب. أوه هذا البعوض. أوتش. ها؟ هل أنت بخير؟ أمي سأذهب للعب. لا انتظري، أعرف ما يمكن أن يساعد. نضع ربطة الشعر هذه ونضع بعض القطرات. هذا يجب أن يبقي البعوض بعيداً. يا لها من رائحة. أنت بحاجة لهذا أيضاً. أوه أعتقد أن الأمر يعمل. حقاً رائع. وأخيراً سأضع نفس الشيء لي. ذهب البعوض. هذا أفضل بكثير. أبي نعم عزيزتي. أريد مشروباً غازياً. بالتأكيد على الفور. هيا. حسنا
هذا لم ينجح. لدي فكرة، سأحتاج إلى صندوق البلاستيكي. بعد ذلك سأقص هذا ونضعه حول الصندوق. أخيراً نملأها بالثلج والمشروبات، وها قد أصبح لدينا ثلاجة مشروبات عائمة. تفضلي يا صغيرتي، هذا رائع. يا له من يوم جميل. أولا، ها؟ ماذا حدث؟ قطع الشبشب. حسناً، هذا ليس جيداً. لنرى ماذا يمكنني أن أفعل؟ وجدتها، كل ما أحتاجه هو هذا. حسناً، ما رأيك بهذا؟ جميل، أليس كذلك؟ هيا بنا. تم حل المشكلة، هيا بنا يا عزيزتي. جئنا لبعض الفروع. أمي، هل يمكنني الحصول على بعض الماء؟ بالطبع. ها؟ إنها فارغة. أبي سكبها. أيها الأب، نحن بحاجة إلى الماء. لحظة واحدة، ها هي، اشربي يا عزيزتي. مهلا، إنها متسخة، لن نشرب هذا. أوه حسنا، لدي فكرة، سأحتاج إلى سكين هكذا. نقص الجزء السفلي من الزجاجة ونغطي الجزء العلوي بقطعة قماش شاش. نملأها بالرمل والصخور للتصفية، ثم نصب الماء ونتركه يرشف، وها هو الماء النظيف. شكرا. جميل، تم حل المشكلة. أبي، انفخ لي هذا من فضلك. بالتأكيد يا صغيرتي، أظن أنها تحتاج المزيد من النفخ. تمزقت. مزق أبي عوامتي يا أمي. أوه لا، يمكنني إصلاحها، أعطني إياها. سأحتاج إلى مكوات وبعض ورق الخبز. سأحدد الجزء الممزق وأكويه. جربها الآن. نجح الأمر. لنذهب للسباحة. على الرحب والسعة. لقد عدت من المتجر. الآيس كريم قبل العشاء. لقد سرقت الآيس كريم. أشعر بالعطش. لحظة واحدة يا عزيزتي. تلك الفتاة الشقية، أعرف كيف أوقفها. سأحتاج إلى بعض خطافات الحائط البلاستيكية وبعض الأربطة المطاطية. لنرى الآن. يبدو أن الأمر نجح. الآن أنا أستحق مكافأة. ما هذا؟ أمي، أنا خائفة، هنالك وحش بالخارج. آه حبيبتي، انتظري، أعرف ماذا سأفعل. ننفخ بالونا ونغطيه بمنديل الحمام ونطليه. الآن لدينا مصباح، ويمكننا تخويف الوحوش. تصبحون على خير. دونت.
إنها تقطر في كل مكان. سأنظفها. بو، لا تقلق، سأنظفه بسرعة. أوه، حسناً. لدي فكرة. أوه، ذكي. يمكننا أيضاً تزيين شعري بها. وقت السيلفي. ها هو الكاتشب. نم نم. الآن سطيرتي. ما هذه الفوضى؟ أوه لا. مهلا، ما هذا؟ أعطني هذا الآن. قميصي. سأنظفه. نضعهما في كيس مقاوم للماء، ونضيف بعض الماء، بعض الصابون، والآن نغسلهما يدوياً. نظيفان تماماً. رائع، شكراً لك. أين شطيرتي؟ أو لا. صباح الخير يا سيدات. صباح الخير. هذه أنفاس صباحية مقرفة. انتظري، لننظف أسناننا. لكن فرشاة أسناني مكسورة. لدي هذا، يمكننا استخدامها كمقبض. نضع معجون الأسنان بداخلها. حسناً، جاهزة للاستخدام الآن. أوه، إنها تعمل. أنفاسي منعشة الآن. جيد جداً. تم اقتحام موقع المخيم من قبل زائر كبير. ماذا؟ رقيق جداً، لكن مصاصتي خربت الآن. مهلاً، لا يمكنك أكل ذلك. ولكن أريدها. انتظري، جربي هذه الأداة الجديدة. لا مزيد من المصاصات المتسخة. دونت. آيس كريم. إنها تقطر في كل مكان. سأنظفها. بو، لدي فكرة. أوه، ذكي. لا تقلق، سأنظفه بسرعة. أوه، حسناً. يمكننا أيضاً تزيين شعري بها. وقت السيلفي. افعليها هناك. ساعديني، أنا عالقة. أوه لا. حبيبتي، هل أنت بخير؟ لقد اخترعت شيئا صغيرا. نحتاج فقط لمقعد المرحاض. ممنوع النظر. مو مو. ماذا تفعلين؟ دعيني أنظف هذا مجددا. لا، حان الوقت لغسل وجهك. تعال إلى هنا. سحقاً. أوه نعم، لدي قوالب الآيس كريم هذه. نضع الصابون بداخلها ونجمدها.
أها، لدي شيء لك. آيس كريم. استخدميه على يديك. الآن لنشطف. وأخيرا بالمنشفة. انتهيت. كل شيء نظيف. حسنا، حان وقت الشواء. رائع. انظروا كم أنا متسخة. أولا توقفي. توقفي عن ذلك الآن. علينا تنظيف يديك قبل الأكل. خذي هذه المنشفة المضغوطة، ثم كل ما نحتاجه هو الماء. مدهش، يا له من اختراع مفيد للتخييم. كل شيء نظيف. رائع، لنعود للشواء. هذا عال جدا. ماذا نفعل؟ لا أدري. ماذا لو استخدمنا هذه الدمية؟ رائع، لنعود للنوم. فوق، لم يفلح. استيقظي، افعلي شيئا. حسنا، ماذا عن شريط الفم؟ لنجرب. أنت أيضا. من الجيد أن لدي شريطا آخر. أخيرا، حان وقت حزم الأمتعة. أريد دبدوبي. حسنا. إنه كبير. أوه نعم، لنغسله بالماء الساخن. انظري، لقد تقلص. انظري لهذا. أريد دبدوبي الكبير. ماذا؟ ما المشكلة؟ سنستخدم المضخة. نعم، فلننفخ. أعد كبيراً مجدداً. نضعه في كيس ونستخرج الهواء. انظروا، الآن سيكفي في حقيبة. رائع، شكراً لكما. دعونا نذهب. كنت عطشانة جداً. شكراً يا أمي. وقت البرجر. حسناً، لنجلس ونستمتع. أوه، لماذا تبللت؟ أوه لا، زجاجة الماء. لدي فكرة. انظري ماذا صنعت لك. يا لها من أم مبدعة. حسناً، لنحضر أغراض النزهة. هل ناولتني السكين؟ حسناً، بالتأكيد. لقد جرحت نفسي. أوه، حسناً، انتظري. أعتقد أن لدي ضمادة في مكان ما. حسناً، والآن لنصنع غطاء للسكين من الغراء الساخن ونزينه ببعض اللماع. وانتهينا. جربيها. أوه، رائع، لن أجرح نفسي بعد الآن. رائع. الأم مشغولة بنفخ العوامة وتركت نظارتها الشمسية على المنشفة. أمي. أوه لا، أعتقد أنني كسرتهم. لا شيء لا يمكن إصلاحه بشريط لاصق. أوه شمس، أين هي نظارتي؟ ها؟ لدي فكرة أفضل. يمكنني استخدام الأدوات البلاستيكية هذه. ف...
فقط نذيبها قليلاً ويصبح لدينا نظارة شمسية أنيقة حقاً. لقد صنعت واحدة لك أيضاً. أوه، تبدو رائعة جداً. مارشميلو. ها؟ أحمر شفاه. إنه لي الآن. انتظري، لدي فكرة أفضل. كل ما نحتاجه هو واقي الشمس. يبدو لطيفاً. فقط انتظري. ياي، لدي خطوطتان. الآن لأمي. جمعت بعض الزهور. يا له من تصميم جميل. شكراً لك. لنلتقط صورة تظهر خطوط التان. أمي، ساعديني. ماذا حدث؟ لدغتني بعوضة. دعيني أفكر. أوه، أوبس. من وضع هذا هنا؟ لقد أعطيتني فكرة للتو. قشر الموز يشفي من لدغات البعوض. كيف تشعرين الآن؟ أفضل بكثير. ياي ياي. شكرا أمي. وقت الاستحمام. الشامبو وجل الاستحمام في علبة واحدة. دلكيه بلطف على الشعر وفروة الرأس. أوه، عيناي تحرقني. أوه، انظروا لهذا. قناع كامل للوجه. لنلبس هذا ثم نشطف الشامبو. كيف تشعرين؟ عيناي بخير. ياي. يوم ممتع آخر في الحديقة. أوه، أليس رائعين؟ أمي، أريد التبول. أوه، لكن أين؟ في الدلو. سيفي بالغرض. نضع كيس البلاستيكية في الدلو، وهذه على الحافة، ونضيف لفة من ورق الحمام. الآن اجلس هنا وسأغطيك بهذا. أوه، أنا أيضاً. أيمكنني استخدامه أيضاً؟ آه، حسناً. سأقوم بالمزاح مع أبي. راقبوني. أوه، ماذا حدث؟ أوه لا. انظر لنفسك يا أبي. أوه، أعطني هذا. هل تسمح لي باللعب معك؟ لنرى. سأعطيك هذا. أنا بملعب صغيرة. ملونة جدا وبسيطة وممتع اللعب بها. ما كان هذا؟ هذه أنا يا أمي، أعطاني أبي هذا. هنيئا لك. أنا خائفة، شيء ما في ذلك المعطف. الأمر يا حلوتي، ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ يوجد وحش هناك. درع حماية الوحش. وسيف القضاء على الوحوش. حسناً، فلنختبر. مرحباً. شش. ها؟ مو. حان الوقت لي. سيف القضاء على الوحش. أوف، ذهب. شش. حسناً. نوماً هنيئاً. لا 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 لا. أمي، أيمكنني غسل يدي؟ أوه، بالتأكيد. الصابون زلق جداً. أوه، الصابون يصنع الفوضى.
مسكتها. أوف، الفوضى في كل مكان. ماذا حدث؟ حسناً، الصابون أحدث هذا. علي أن أفعل شيئاً. ماذا عن كشط الصابون إلى شرائح رقيقة؟ يمكن استخدام مقشرة الخضار للقيام بذلك. رائع رائع. جاهزة للغسل. رائع، جبنة. يم، هل هذا صابون؟ أوه، ليلة مخيفة. ما هذا؟ أشعر بالخوف الشديد. ما الخطب؟ هناك وحش بالخارج يا أمي. سنحتاج لهذا. ومصباح، نثبته بهذا الشكل ونشغل الضوء. ذهب الوحش، يمكننا النوم الآن. قطع البرجر في كل مكان. أسقط الكاتشب على قميصها. أمي، لا، قميصك المفضل. حسناً، يمكننا فعل شيء ما. حقيبة مضادة للماء، نضع القميص الملطخ بداخله ونسكب بعض الماء الفوار. نتأكد من نقع القميص. هو صابون سائل. نضيف بعض قطرات أيضاً ثم نغلق الكيس ونفعل هكذا لنرى النتيجة. انظروا، قميصك أصبح كأنه جديد. واو، كاتشب على قميصك أيضا؟ إنه تصميم جديد. أتريدين البعض؟ هذه اللعبة مريحة جدا. الأجواء خالية. أنا قادمة أيتها الحلويات. أولا، الحلوى في كل مكان. هذا لا يبدو جيدا. أنت أولا. ماذا سنفعل حيال هذا؟ أعطني واحدا من هذا. صندوق موزع الحلوى. فقط اضغطي هذا وسوف تخرج قطعة حلوى. تدا، لذيذ. تعالي وجربي. واو، لذيذ. لنغلق هذا وها نحن جاهزتان. أوه، أين أخذ الخيمة؟ أوف، كان ذلك وشيكاً. أشعر بالبرد. يجب أن أدفئك، فلنبتكر شيئاً. لنبدأ بهذا. سوف نربط هذه الفروع معاً. انظروا ماذا صنعت. خيمة فورية. كيف سوف ندخل؟ سهل، فقط نقص شقاً هنا وها نحن ذا. دافئ ومريح. سنعجن هذه العجينة جيداً. ها؟ ما هذا؟ إيو، طعمها سيء. سأسكب بعض الصودا.
صابون الأطباق. أوه، انظروا لهذا. وماذا بعد؟ بعض القهوة أيضاً. حان الوقت لمزجها معاً. لا، ماذا فعلتِ؟ عجينتي. ماذا لو أعطيتك هذه السلايم لتلعبي به؟ ياي، هذا ممتع. أستطيع عجنها أيضا. يبدو هذا لذيذا، فقط القليل. أولى. هذا الكثير من المال والمجوهرات أيضا. ماذا فعلت؟ أولى. لا يا أمي، لا تأخذيه. لا لا، من فضلك لا. يجب أن أفكر بسرعة. تدا، مكعب متعدد المهام. العب بهذا. رائع، به الكثير من الأشياء المختلفة. يلف، يضغط، يدفع، يلتوي. أوه، انظروا لكل هذا. يجب أن أعيد كل هذا بالداخل. أنت رهن الاعتقال أيتها السارقة، تعالي معي. هيا اكبري أيتها النباتات. حسنا، أظنني سأفعل شيئا. لدي فكرة. أين الماء؟ أوه لا. نجحت. أنت. عفوا. إليك شيئا لتلعبي به. لعبة أنابيب المياه. رائع رائع. لنسكب بعض الكولا. كولا هنا، والمزيد من الكولا، والمزيد والمزيد. رائع. أبي أنت الأفضل. أعطني يدك. أجل. ماذا يجري هنا؟ أوتش. اهربي. انتظرا، انظروا لكل تلك الفوضى. وهل سأقوم بتنظيف هذا بنفسي؟ لا مشكلة، خزانة قابلة للطي. لنضع الألعاب هنا. سهل أليس كذلك؟ لقد عدتما ظهور لأفضل أم على الإطلاق. أوه، أحبكما. فطيرة طازجة، لذيذ. انتظري. إنه حار. أوه يا إلهي، هل أنت بخير؟ هذا لا يبشر بخير، يدها كلها حمراء. لدي فكرة، كيس مارشميلو مجمد. لنضعه على يدك. هذا شعور جميل. يدها أفضل بالفعل. أوه، أنا سعيدة لأنك شعرت بتحسن. مارشميلو، يوم. لا. مارشميلو مجمد. الأم وابنتها نائمتان في الخيمة. ما هذه الضوضاء؟ أمي. ها؟ أنا خائفة. تعالي إلى هنا يا صغيرتي، سأستخدم مصباحا يدويا لأرى ماذا هناك.
ما زلت خائفة. لدي فكرة، نأخذ قطعة من الورق ونقص منها أشكال النجوم. الآن نغطي المصباح بها ونضعها هكذا. الآن خيمتنا بها نجوم بداخلها. تصبحين على خير. تصبحين على خير. انكسرت المصاصة. هل أنت بخير؟ مصاصتي. دعيني أرى. انتظري لحظة. حسناً، سأحضر واحدة أخرى. ها؟ أين كل المصاصات؟ لا أعلم. توقف عن أكلهم. حسناً. لا تقلقي عزيزتي، سأصنع لك غيرها. نأخذ قالب سيليكون، نضع عصياً كهذه هنا ونملأها بالعصير. الآن نجمدها، وها قد أصبح لدينا مصاصات منزلية الصانع. لنتذوقها. أوه، أيمكنني أخذ واحدة؟ هل يمكنه؟ نعم. حسناً إذن. شكراً. فتاتنا الصغيرة تلعب بحماس، لكنها صدمت الكمبيوتر. أوه لا، ماذا حدث؟ عزيزتي توقفي. لكن لماذا؟ لأنك ها؟ كنت مشغولا. نعم صحيح، أعطني هذا. انتظر لحظة، يمكنني فقط وضع غلاف الفقاعات على كل الأثاث. الآن حتى لو أوقعت الطفلة شيئاً فلن ينكسر. أمي، هل يمكننا اللعب؟ ليس الآن عزيزتي، لاحقاً. لكن أمي، توقفي عن ذلك. آه، ربما يمكنني أن أعطيك هذا وبعض الكوكي. حسناً. لكن كل الفتاة تساقط على الكمبيوتر وعلى قميصها والأريكة. ها؟ كيف سأزيله؟ سنحتاج بعض السلايم، سنستخدمه لجمع الفتاة. أريد أن أفعل ذلك. والآن أصبح نظيفاً تماماً، يمكننا أن نلعب معاً. لنقم بإعداد كرسي التشمس القابل للنفخ هذا. تعالي وجربيه. حسناً. جميل. أوه لا، لقد فرغ الهواء. ولكن كيف؟ أوه، هناك ثقب فيه. لدي فكرة، لنستخدم بعض الأكياس البلاستيكية. ننفخهم ونملأ الخيمة بهم. جربي الآن. إنها مثالية. الفتيات تنصبان الخيمة. عزيزتي، أنا أحبك. لكن الدب فقط أخذ الخيمة. هل ذهب؟ هل أنت بخير؟ نعم. لكن ماذا سنفعل الآن؟ أنا أعرف، نحضر بعض الأعمدة الخشبية. اجلبي ذلك يا عزيزتي. هذا الحبل؟ نربط القطبين مع الحبل، نتأكد من أنه مؤمن بإحكام. شيء أخير، نلف هذه حوله. ونقص المدخل. جربي. هذا رائع. ممتاز. لا أحد هنا. سأصنع بالونات الماء في حذاء أمي. الآن سأختبئ. إنها تعد مقلباً لأمها. سألبل. الآن قدمي مبتلة وحذائي أيضاً. هل أنت من فعل هذا؟
تعالي إلى هنا. لا. كيف يمكنني حماية حذائي؟ لدي فكرة. سأستخدم قفل الأطفال هذا. فقط أضعه على صندوق الأحذية. سأفعل هذا مجدداً. لكن لا يمكنني فتح صندوق الأحذية. نلت منك. هذا ليس عدلاً يا أمي. الفتيات في حديقة. أمي، أريد التبول. الآن؟ افعليها خلف الشجيرات. حسناً. وسأنتظر هنا. مرحباً، أنت. هذا ليس مرحاضاً. أمي. نحن حقاً آسفون أيتها الشرطية. هل أنت بخير؟ لدي فكرة. يمكننا استخدام كرسي التخييم هذا وحقيبة القمامة هكذا. الآن يمكنني استخدامه. ولا تنسى تغطيه طفلك. طاب يومك. مرحبا. لم تقل أي شيء. نجح الأمر. لنذهب. أرنولد يأكل البطيخ. لكن لم يتبقى شيء. لا، لا تبكي. ماذا حدث؟ أريد البطيخ. أكلت كل هذا؟ آسف. أخرج من هنا. حسناً. لا أصدق ذلك. لا تقلقي، سنأخذ بعض من مسحوق الجلي وإناء زجاجياً وبعض الماء. نمزج كل شيء معاً ونسكبها في قشرة البطيخ. نقصها. والآن لدينا جل البطيخ. أريد القليل. لا يا عزيزي. لا. سأدفع المال. حسناً. شكراً. لذيذ. لذيذ. فتاتنا تأكل مصاصة. مرحبا يا عزيزتي، لكنها تذوب على يدها. أو لا، أعطني هذا لننظفها. لكني أريد المصاصة. لا. أنا أعرف. لنصنع بعض المصاصات بأنفسنا. نضع بعض الحلوى في قالب الآيس كريم ثم نملأها بالسبرايت. نضع العصية بالداخل ونستخدم بعض الثلج لتبريدها. مستعدة؟ تفضلي. حليب. كما أنه يجمع القطرات الذائبة في الأسفل، تستطيعون تجربة هذا أيضاً. الأم تسقي الصبار. أمي، الشمس حرقتني. أوه حبيبتي، دعيني أرى. ماذا أفعل؟ أنا أعرف. لنستخدم الصبار. سأقص إحدى الأوراق. نعصر هلام الصبار ونضعه على البقع المصابة بحروق الشمس. مرحبا يا فتيات. مرحبا. المجد. لقد أخذنا. حان الوقت لتنظيف القناع. أفضل؟ أفضل بكثير. نجح الأمر. صباح الخير. ما هذه الرائحة يا صغيرتي؟ دعينا ننظف أسناننا. لا. بلى. لا أريد. إلى أين تذهبين؟ تعالي. لا. ماذا لو؟ لدي فكرة. سأضع بعض مسحوق الأسنان فيها ونبردها. الآن ننتظر. أريد أن أجربها.
هاي فرشاة أسنانك.